وكذلك من يقول إني لا أقبل جرح أي من الناس في الرجل الذي أعرفه حتى أقف بنفسي أو أسمع بأذني على هذا التجريح أو على هذا الجرح. أنت مكلف أنك تجرح الناس، هذا ما يجوز لك تجرح الناس، خل الناس عليهم ستر الله، إلا إذا احتجت، إذا شاورك واحد عن هذا الشخص هل يجوز تزويجه أو مشاركته، أو أن تعلم أنه ما يصلح تقول له ما يصلح هذا. أما إذا لم يسألك أحد أنت ما أنت بخالي أيضا من العيوب، فكر في عيوب نفسك أولا، لا يصير شغلك بالناس. نعم.